إذا المشاهدين الكرام، مرحبا بكم جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. مرحبا بكم متابعينا، احنا الان مباشرة معكم من سوق الجملة للخضر والفواكه. فجينا اليوم باش نتعرفوا على الثمن ديال بعض انواع الخضر والفواكه في ظل هذه الازمة وفي ظل هذه الجائحة هذه، كذلك في ظل هذا الارتفاع الصاروخي ديال الخضر والفواكه. فجينا على اننا نتعرفوا على بعض انواع على الثمن ديال بعض انواع الخضر. غادي نحاولوا على ان نسولوا على مطيشه الاولى. صامت شحال ديال مطيشه مي؟ شحال ديال مطيشه؟ مطيشه وبغينا نعرفوا الثمن. انت راك مباشره معنا دابا، شحال دايره؟ 150 وبغينا شحال هذا ساعه؟ 190. تبارك الله، شكرا لك. 190 درهم مطيشه، يعني صندوق. السلام عليكم، شحال الثمن ديال المطيشه؟ 190 درهم. شكرا لك خويا. فالثمن ديال المطيشه 190 درهم الصندوق، يعني ارتفاع كبير بعد ما واحد الايامات كنا يعني اكثر ثمن كنا كنسمعوه على مطيشه هو 130 درهم الصندوق، 120 درهم الصندوق. يعني دابا وليتي كتسمع يعني 190 درهم، 200 درهم تقريبا، يعني عدد كبير الثمن يعني في هذه الوقيته بالنسبه للدرويش. فالله يحسن ليه العوان. شوفوا البطاطا حتى هي. السلام عليكم خويا، شحال داير البطاطا؟ 6 درهم. 6 درهم فالبطاطا هي 6 درهم الكيلو، يعني ارتفاع واضح في انواع ديال الخضر والفواكه. السلام عليكم خويا، شحال داير الدجاج؟ 3 درهم ونص. جلبانه البنجال 3 دراهم اونص، يعني كاين الثمن. كنشوفو كاين رواج كبير في السوق، ولكن فالثمن كبير. شوفوا بعض انواع ديال الديسير شاهو. السلام عليكم، كاين بخير؟ جد بخير، كلشي مزيان. الله يحفظك. وين نعرفوا الثمن ديال العناب والمندرين؟ المغاربه بغا يعرفوا الثمن. كيسولوا على الثمن. الثمن اسيدي العناب داير 10 دراهم، 11 حتى 12 درهم هذه في المارشي في الجمله. المندريه كاينه 6 دراهم 7 دراهم، يعني المندريه دابا مع صبت الشتا غيبدات تنخفض، يا الرمان غيبداو يطيحوا شويه في الثمنات، ما بقاوش غاليين. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يحيد علينا هذا الوباء ويعطينا في بلاصتها الشتاء. الشتاء هي اللي خدامه، تزكي علينا هذا الغضب. باش بغينا نسولوك على الثمن مرتفع بزاف ديال الخضره والفواكه. الثمن ديال الخضره والفواكه يا خويا، يعني على حساب الشتا يعني كانت صبت، يعني السلعه قليله شويه. دابا الا صبات الشتا غادي تنخفض. الا صبات الشتا غيخطي كثر الخير، غيولي الخير موجود، غيولي تبارك الله كلشي مزيان، كلشي غيتصاوب، كلشي غادي يتقاد. يعني ما يبقاش هاد الشيء ديال يعني الجفاف حتى هو دار الروطار شويه. الجفاف هو اللي دار هاد الشيء كامل، الجفاف هو اللي دار هاد الشيء. والحمد لله، الله يطفينا والله يرفع لنا هاد الوباء. امين ان شاء الله. سيبك سيري نجي يعني.
اذا فمشابهينا في كيف ما تشابهوا معنا باللي يعني اللي كيتحكم في الثمن ديال الخضره فوق كيف فهو هي التساقطات المطريه يعني كيكون عندها فهذا شيء منطقي فإذا كانت الشتاء يعني فالخضره غادي تكون رخيصه ما كانتش الشتاء الخضره غادي تكون غاليه. السلام عليكم. سولو شحال داير خويا؟ 160 الكيلو. 80 درهم كيلو. الله يحفظك. فنادرا فين كنشوفوا هاد الحقوق هذه يعني هاد السيد اليوم عنده 80 درهم الكيلو. الحمد لله فكنشوفوا كاين الخير كاين يعني بلاد ديال الخير بلاد ديال كلشي حمدنا ربي وشكرناه. شوفوا الثمن ديال اللوبيا. السلام عليكم. شحال داير اللوبيا عميم؟ اللوبيا خذ عندها 7 درهم. 7 درهم. بغينا نسولو الثمن ديال الخضره هاد الايام طالع شنو السبب ديالو؟ السبب ديالو راه ما كاينه شي راه حابسين الطرقان ومنين غادي تجي الخضره؟ واش قاعدين حابسين الطرقان منين غادي تجي الخضره؟ هادشي راه ماشي كاين راه القانون حنا خصنا نحترموا روسنا وما يعنيش كلشي عندنا هنا خصنا نتأدب راه ما كاينش بنادم اللي غادي يبرم المسطره والاخرين حتى هما مشاو يمشيو بالمسطره ويديروا المسطره ولكن الغابة كبيرة إلا قاعدوا تداروا ديك المسطره غادي تكون فوضى ثورة كذب عليك أقول أمين أنا المخزن راه مزيان لينا كاين بينا وواربينا وحاضينا وكل شيء ولكن حنا نحترموا القانون وكل واحد يمشي أنا زعما تنجمعوا واللي ميت ميت إن شاء الله إن شاء الله لا لا حاسمنا داك الشيء اللي هو كتب ليه بالعمر ديالو يعيش راه يموت ما غادي يجي الريح ولا يجي أنا من عام محمد الخامس باقي تلعب تجي السال ما يجيبوا حمرون تيديروا لها العرقه ولا شي حاجه واش قاعدين يديروا وما كاين والو ما كاين والو دا واقع السويدار هذا القيامه ولقاو طايب والله الا معقول والله معطوب يمشي للسويدار يداوى الحق بيدو واللي هو مسكين ما تيراوج ويجري راه خدام بيتي معقول وانا ما عمري لحقت فيه تلعب العاب عمرك الحق شي طبيب ما عمري لحقت فيه تلعب العاب انت دابا راك مباشره معنا عميمي كيسمعوك الناس والله الا على حبوبه حتى ما عرفت الضق ولا شنو هو انا هنايا مشيت ما عمري ديك التبره ما تسجل ما جابش تبارك الله تبارك الله من تاريخ 47 تبارك الله اللهم بارك بزاف على هادشي وعارفين الناس مساكن ما واحد ما يساعد عائلته وما يشوف فاميلته باش غادي يدي العصر باش غادي يدي العصر يلا العصر اللي تنبحتوا عليه وجبدوا عليه هما سادين عليه خلينا هنا دوك اليوم عندك سكين يوم تقبل ولا ما نفلوه في البيت واش افطر كون يلا خرج وخايف معقول والله مابقاش الامان دابا في هذا الوقت هذا لا ما كلشي تبدل سبحان الله القوم ما تبدل حتى حاجه كل النور ديال الله تيطلع وتيروح انا عندنا حصويات هما اللي عندنا فيهم الخير ما تديش بنادم فيهم الشر هو داك الناس اللي فيه ناس ومن يجي فيق تابعوا الشر وتابعوا الخير على حساب هو هذاك الايمان ديالو الايمان اذا كان الايمان نقي راه غادي يلاقي الخير بزاف ديال المتابعين بغاو يشوفوك عميمي قال لنا السيد هذا هو السيد شو نقول لك حقيقيه وحنا راه المخزن مزيان انا راه كنت جيت تيسخر ما خليت حتى ارض حتى ارض في المغرب هنا ما خليت من بلاصه المغرب وديما انت غاديين واكلين شاربين على الحباب الحمد لله الخير خص النور يطلع حسب الانسان الكبر راه النور تيبقى يضرب عليه الا كان تعقي ولا كان خارج مع البعيد تسيبيه مسموم يا ربي تحفظنا من هاد الناس الله يحفظك الله يطول عمرك عميم انتم اللي باقى معاكم البركه راه بزاف جانا خصو نديو العسنه باش نصليو وقيداتنا ولا حق لخوتنا راني حتى خويا واقف معايا معقول الله يحفظك الله يحفظك خويا وندم الله يحفظك امين الله يحفظك الله يحفظك امين خويا في الاعدام خويا في الارض خويا في التراب خويا في الاسلام والحمد لله لا لا حاشم ولكن بنادم ما نجيش الثقافه ديالو ما نجيش تعدى على واحد الانسان دون قانون بلا ياك سي هادشي اللي قلت لك كاين معقول هادشي كلشي متفق معاك شاف الناس هنا كلشي متفق معاك ياك المتابعين الكرام كلشي متفقين معاك قد ولدي
ولكن ما تستريش هذه الكلمه اللي غادي نقول لك، لا تسترني بها. والله شي نسترك بها وامني بربي. ولك راه كيسمعونا دابا الناس، حتى هما يسمعونا شام مني يا مره نقول لك. قول لي فودني، قول اي زيد 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 الحمد لله وشكرا لله، هذا افضل من عند الله. شكرا لك عميمي، الناس اللي عجبتيهم شكرا لك، الله يحفظك. السلام عليكم. شحال ديال البطاطا خويا؟ الله يحفظك. راه دوا معاك، راه دوا معاك. ما سولناش على البطاطا، هو كان الزوج 3 دراهم وسولنا على اللوبيا. على اللوبيا كاين 3 دراهم. 3 دراهم بطاطا. الله يحفظك. وصل بحال بحال كاين 3 دراهم. وصل 50 ريال مصري. وصل 50 ريال. الله يحفظك، شكرا لك عميمي، شكرا لك. فكيف يعني كيف كتشابهوا معنا مشابهين؟ السيد اللي هضرنا معاه دابا فهو تحفه نادره، ما بقاوش نعاودوا نلقاوه تبارك الله. واحد الابتسامه وواحد يعني طريقه باش كيهضر، راجل كبير تبارك الله. صلى على النبي، ماشي مشكل خويا. باقيين معكم مشاهدينا الكرام في السوق. صامك شحال داير اللي في تشامين؟ 4 دراهم. فالتشامين ديال التشامين ديال اللفت هو 4 دراهم. سولوا على الفلفله شهيه. صامك شحال داير الفلفله خويا؟ 4 دراهم. الفلفله شهيه الثمن ديالها 4 دراهم. يعني كاين الثمن باين واضح يعني. كمان سولو على التفاح. السلام عليكم خوت، شحال التفاح؟ 13. الثمن ديال التفاح هو 13 درهم ونص. اش غادي رخيص زو عميم؟ 90 ريال. رخيص زو هو 90 ريال. يعني كاين الثمن يعني خلاصة ف كتشوفوا يعني الثمن، تمنوا من الله العلي العظيم على انه يسقينا بالشتا ويرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله يا رب العالمين. خويا شحال داير الجلبانه؟ 300 درهم. فالجلبانه شاهي 15 درهم. اذا المتابعين الكرام كنتوا معنا في هذا البث المباشر من الدار البيضاء اللي استقينا فيه الثمن ديال بعض انواع الخضر والفواكه. نتمنوا من الله العلي العظيم على انه يرفع علينا هذا الوباء هذا، وكذلك يتصب علينا الشا يعني وترجع ان شاء الله المياه للمجاري ديالها. متابعينا الكرام، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو مباشر اخر. الى اللقاء.